يقول: هناك من الناس من يقول إذا ولدت المرأة فلا يجوز لها أن تصلي أو تخرج من بيتها أو تزور أو تزار إلا بعد 40 يوما. أيضا كل هذا من الكلام الباطل، التحديدات التي لا أصل لها، فلها أن تتصل وأن تكلم وأن تزار من غير تحديد بأيام معينة. نعم. هو جعل من ضمن هذا الصلاة يقول أن تصلي. نعم. يقول يقال لا يجوز لها أن تصلي، هذه النفسة. نعم. هو النفسة لا تصلي إن كان ينزل عليها دم، أما إذا كان انقطع عنها الدم فإنها تصلي ولو خلال 40. نعم.